السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تبسة لنقف على الأشغال نتاع التهيئة العمرانية في مدينة تبسة، واللي نشوف أنه الأشغال نتاع التهيئة هذه تبدو كبيرة، يعني على طول محور رئيسي، واحد من المحاور الرئيسية لمدينة تبسة بالقرب من الحي الجامعي والجامعة تاع تبسة. وهذا الأشغال تاع التهيئة تبدو جيدة، اللهم غير المشكل نتاع هذا الخندق ولا اللي راه خلاوه مفتوح، هذا ستانزيغو اسيا لوفير، المفروض يغلقوا جدو ويغطوه ويديروا مجيريات، يديروا ديزافالوار، ما يخلوش هذا الزيغو هذايا مفتوح هكذا. رانا في وسط عمراني، في وسط المفروض يكون وسط عمراني يكون حضاري، حنا نسموه الوسط حضاري سميلي اوربان، المفروض ما تبقاش هذا الزيغوات هذه المفتوحة الى هكذا، لازم يغلقوه ويديروا ديزافالوار. اذا هذا هو، نخليكم تتابعوا الفيديو حول التهيئة اللي راهي جارية على عدة محاور في مدينة تبسة. والسلام عليكم.